بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدي اشرح لكم بشكل خاص عن السترينج اوبريشن اللي اسمها str toc. تمام، str toc اللي هي هاي واحده من اهم السترينج اوبريشنز، واحده من اكثر السترينج اوبريشنز اللي بحسها مش سلس التعامل معها، فبدي افرجيكم اياها بابسط طريقه ممكنه واعطيكم اكزامبل اللي شايفينه قدامكم عليها بحيث انكم تكونوا فهمتوا كل شيء يعني بالتفصيل. اول شيء لو كان عندي string زي هيك انه this is، حاطين اسم موقع وبعدين حاطين website، تمام؟ فلو string يعني في مجموعة كلمات، في مجموعة احرف ونقاط واشياء زي هيك، وانا مطلوب مني اقسم هاي string كل كلمة لحال، يعني يحكي لي مثلا طول الكلمات اللي في هاي string وصير قارن بينهم، او صير استخدم كل كلمة لحال باطار معين، تمام؟ اما بدي اطبع كل كلمة لحال، كل كلمة على سطر مثلا، او بدي اخذ كل كلمة واساوي عليها شيء معين. طب كيف بدي اخذ كل كلمة يعني؟ في يعني في طريقة، في ناس ممكن تفكر انه بنساوي لوب، بنضل يعني بنعرف زي اري وبنساوي لوب من اول حرف لثاني حرف لحد ما نوصل سبيس وخلص بنوقف. فبنعرف انها هي اول كلمه، بعدين بنعرف كمان سترينج، بنضلنا ماشيين لحد السبيس وبننسخها كمان سترينج وهيك، بس هي يعني من اصعب الطرق. فسترينج اتش سهلت علينا وحكت لنا في فانكشن اذا عرفتوا تستخدموه راح تتسهل عليكم تقطيع سترينج، احنا بنحاول نعمل تقطيع لهاي سترينج حسب السبيس. فبيجي بحكي لي هاي سترينج اللي عندك عرف بوينتر من نوع كاركتر، سميته توكن، تمام؟ بوينتر عادي. جهز يأشر على string، جهز يأشر على character. بعدين بنحط token بتساوي str toc ل str وSpace. هاي شو معناها؟ بدي افهمكم اياها بأبسط طريقة ممكنة عشان ما تنسوها. أول شيء هاي معناها هو كأنه التوكن صارت تأشر على بداية string token، token هاي token. وكمان هاي بتعطوها string اللي بدكم تقطعوها اللي هي اسمها str، وبتعطوها على اي اساس بدكم تقطعوها. احنا بدنا نقطع على اساس space، فوين ما في space بدي اقطع هاي string، تمام؟ طيب فبالتالي شو تخيلوها هيك، شو بتساوي؟ بتروح بتحطوا محل كل space backslash zero، محل كل space backslash zero وهيك backslash zero، تمام؟ وخلت توكن تأشر في البداية. فلو مباشرة حطيت برنت اف لا برسنتج اس لا توكن، فهو بضل يطبع. اذا متذكرين دائما قلت لكم البرسنتج اس بتضلها تطبع لحد ما تلاقي باك سلاش ان، باك سلاش عفوا باك سلاش زيرو، فبتضلها تطبع تي اتش اي اس بعدين لقيت باك سلاش زيرو فخلص تطبع ذس، تمام؟ هلا بعدها خلص يعني خلصت سترينج بالنسبه لنا، حطينا سلاش ان فنزلنا للسطر اللي بعده. هلا بعد هيك حكيت توكن بيساوي str toc null وSpace. شو يعني هاي؟ هاي وظيفتها اني بدي احرك توكن، يعني لو ما عملتش هاي فبضل فعليا يطبع this 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 this، بس انا بدي اخلي المره الجاي يصير ياشر التوكن هاي، يصير ياشر على بدايه this بعدين يصير ياشر على بدايه هاي وهيك على بدايه كل كلمه حسب الشيء اللي قطعته اللي هو سبيس. فكيف بدي اعملها؟ بحكي له خلي التوكن يأشر بداية من النل ويظل يقطع على نفس الأساس اللي هو سبيس. فهي شو معناها؟ خليه يصير يأشر على أول نل جاي اللي هو هان، يعني شو وقف عند النل هاي، فخليه يصير يأشر عليها، بتصير يأشر هون بعدين بطبع، بعدين بحكي له خليه يصير يأشر على النل اللي قدامه، بصير يأشر هون فبطبع هاي، بعدين بحكي له صير يأشر على هاي النل، بيأشر عليها بعدين يوم أطبع بطبع ويب سايت، تمام؟ فهو فعليا بصير ينتقل وين ما في نل. طب شو النل هاي؟ هاي تماما زي ما تحكوا يعني وكانها اسم اخر لسلاش زيرو، هيك فهموها. فلو حطيت السلاش زيرو بزبط هون؟ اه بزبط بزبط، ما في مشكله. فبصير احكي له روح شوف وين سلاش زيرو صير اشر، فبصير ينتقل من هان لحد سلاش زيرو اللي شافها، بعدين بطبع بعدين بشوف سلاش زيرو هون بنتقل او هيك، تمام؟ فلو عملنا رن لهاي مفروض ان قطعنا سترينج على اساس سبيس، بعدين وايل طب شو يعني وايل انها التوكن نوت ايكوال نل؟ بتصير نل لما يوصل اخر شيء، التوكن نفسها بتصير نل لما يوصل في الاخر. فهو اصلا في سلاش يعني باك سلاش زيرو اصلا
وهو اصلا وصلها تمام، وانا حكيت له صير اشر على الباك سلاش زيرو، فصار باشر على باك سلاش زيرو بس فيش سترينج، فبالتالي وكانه صار راح يصير اشر على نل، ما فيش ولا شيء. فبالتالي اذا وصل ما دام مش واصل نل، او عرفنا ان النل وكانها معناها باك سلاش زيرو، اطبع سترينج وبعدين صير اشر على السترينج اللي بعدها، هاي نفسها نل. فبالتالي لو عملنا ران اثبت لكم بس ان هاي نفسها نل. شوفوا طبعا this لانه لحد السبيس، بعدين از في نيو لاين، بعدين الموقع كامل، بعدين ويب سايت تمام. ولو حطيت طبعا هاي نل نفس المعنى تماما، بس لازم نل كابيتال تكون كلها. طيب لو بدي مثلا اقطع على اساس مش السبيس، بدي اقطع على اساس الدوت هاي فلازم تكون هاي اول توكن راح تاخذ هاي سترينج كلها، ثاني توكن راح تاخذ هاي كلها، ثالث توكن راح تاخذ هاي كلها تمام. فانا مش شرط اكون على سبيس، ممكن بدي اقطع على اساس شيء ثاني، فبس محل سبيس بنحط هون نقطه، فبنمسح سبيس بنحط نقطه. فلو عملنا كمان مره رن، اول سطر صار فيه هاي، ثاني سطر صار فيه هاي، وثالث سطر صار فيه هاي. طب لو بدي اقطع اما سبيس او هاي، فبقدر احط له سبيس يعني هاي وسبيس، هاي وسبيس، فبالتالي هم اما نقطه او سبيس، بفهمها علاقة او. فبالتالي بتصير this is لانه في بينهم سبيس، بعدين www، بعدين لك نقطة معناها هاي اللي بعدها وهاي اللي بعدها، ولك هون، فبالتالي ويب سايت تمام. فبصير يحط سلاش زيرو وين ما في اما سبيس او نقطة. فلو طبعنا بتصير زي ما متوقعي، this is www، بعدين الموقع، بعدين كوم، بعدين هيك تمام. ودائما الاشي اللي بيسوي له ريبليس طبعا بيحذفه، يعني هاي بتنحذف بتصير محلها زيرو اصلا. فهاي فكرة STR توكن، ان شاء الله تكون بالنسبة لكم واضحة. ودائما اتذكروا ان التوكن هاي اللي كل كلمة او كل اشي قطعته بقدر اتعامل معه زي ما بدي، بقدر اعمل له STR كوم، بقدر اوجد اللينك تاعه، بقدر اسوي اي اشي بدي اياه، اي اشي كنت اتعامل مع سترينجز بقدر اتعامل معه. فان شاء الله يكون بالنسبة لكم الفيديو واضح، وبنشوفكم في فيديوز قادمة.